النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها تقص على النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم زرع يعني أطول من أطول الأحاديث، وهي التي تتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت لها وجالس يستمع، وعند النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من المشاغل وغيرها وهو يستمع لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. حلم. لا يوجد استعجال. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان عليه الصلاة والسلام يفتي الصحابة ويتكلم معهم، ابن القيم يقال والله أعلم رحمه الله عندما أراد السفر إلى الحج من الشام إلى الحجاز إلى مكة، في هذا الطريق كتب من أفضل كتب ابن القيم زاد المعاد، هذا هو على الراحلة، اليوم أنت في السيارة منزعج وهكذا. ابن القيم رحمه الله تعالى وعلم говорят, что когда он был в пути в Мекку, чтобы совершить паломничество, что он رحمه الله в этом пути написал книгу, одну из наилучших книг по жизнеописанию посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم زاد المعاد. А мы сегодня что в этих машинах находимся в таком, да, в комфорте, несмотря на то, что злимся. جرب أنت عندما تنزعج الآن في الزحام استغفر اقرأ القرآن تطمئن. Вот ты когда находишься в такой пробке, начинаешь злиться, раздражаться, что попроси Аллаха Субхану для прощения, упомяни Аллаха Субхану припоминанием, и ты тогда успокоишься.